لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ما بعد، لازلنا في كتاب الطهارة، ولازلنا في باب الحيض والنفاس. تناولنا المسألة الأولى اللي هي بداية وقت الحيض ونهايته، والمسألة الثانية اللي هي أقل مدة الحيض وأكثرها، والمسألة الثالثة اللي هي غالب الحيض، والمسألة الرابعة ما يحرم على الحائض، ووصلنا المسألة الخامسة ما يوجبه الحيض. طيب، ما يوجبه الحيض؟ يعني إيه اللي هيترتب على الحيض؟ امرأة حاضت، ما الذي يترتب على ذلك؟ هيترتب عليه كحكم وضع يعني أربع حاجات. أول حاجة يوجب الغسل، وده حكم يعني وضعي وشرعي معا، إن المرأة حاضت يبقى هيترتب عليه وجوب الاغتسال. إمتى هتغتسل؟ لما ينقطع إليه الدم، زي ما قلنا الآية، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن. طيب هي تغتسل ليه؟ عشان الاغتسال واجب ووجوب فوري ولا واجب لغيره؟ واجب لغيره. الاغتسال واجب على المرأة الحاضر من أجل أن تصلي، من أجل أن يقربها زوجها، من أجل أن تدخل المسجد، من أجل أن تمس المصحف. تمام؟ يبقى هي بتغتسل عشان تعمل حاجات معينة. هنفرض مثلا واحدة طهرت الساعة 7 الصبح، هل يلزمها تغتسل فورا ولا ممكن تقعد الساعة 8 الساعة 9 الساعة 10 لغاية صلاة الظهر، مش كده؟ طالما لن يقربها زوجها، طالما جوزها مش هيجمعها، يبقى ممكن تنتظر الغسل لغاية ما يجي ميعاد صلاة الظهر، لأن هي لو طهرت الساعة 7 الصبح بعد شروق الشمس مش واجب عليها ايه اي حاجة دلوقتي، يعني مش واجب عليها حاجة تجبرها ان هي تغتسل، وان كان المستحب ان هي تبادر بالايه بالاغتسال، لكن الاغتسال هنا واجب لغيره. واضح ولا ايه؟ فبيقول يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. دي المرأة المستحاضة اللي الدم بينزل عليها على طول، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. الفترة انت كنت بتحيضي مثلا 7 أيام كل شهر، وبعدين الشهر الدم بقى مستمر 7 أيام زي ما كنت قبل كده، تترك الصلاة بعد كده ثم اغتسلي وصلي. يدل عن الحائض إذا أرادت أن تصلي لابد أن إيه؟ تغتسل أولا. طيب الحكم الثاني اللي هيوجبه الحيض البلوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم. يوجب البلوغ يعني يعني هيترتب على ان المرأة حائض ان تكون بالغة شرعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. يبقى عبر عن البالغ بالايه؟ بالحائض، فدل على ان احد العلامات المميزة للبلوغ هي الحيض. امتى المرأة نقول عليها ان هي بالغة وبالتالي مخاطبة بالأوامر والنواهي؟ خطاب تشديد، يعني خطاب إيجاب وتحريم. امتى؟ لما تبلغ. طبعا المرأة إذا كانت مميزة فهي مخاطبة خطاب الاستحباب فقط. بمعنى ايه؟ بمعنى لو عملت الطاعات المستحبة تقبل منها ويثاب منها، لكن ما يلزمهاش حاجة. تمام؟ يعني بمعنى ان هي لا تعاقب قبل ما تبلغ. امتى بقى تبقى معاقبة؟ ومن ضمن العقوبات رد الصلاة وعدم قبولها لو لم تلبس خمارها، لما تبلغ. طب البلوغ ده عبر عنه في الحديث بايه؟ بالحيض، فدل عن الحيض علامة مميزة لليه؟ للبلوغ. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طبعا حائض مش معناه يا حائض دلوقتي، ما لو حائض دلوقتي مش هتصلي أصلا. حائض يعني تحيض، يعني واضح؟ يعني من شأنها الحيض. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. عندنا 3 علامات مشتركة للبلوغ، تناولنا المسألة دي قبل كده. 3 علامات مشتركة للبلوغ ما بين الرجال والنساء: العلامة الأولى الاحتلام، العلامة الثانية إنبات شعر العانة الخشن، العلامة الثالثة بلوغ 15 عاما إيه؟ قمريا. أي علامة من الثلاثة دول، مش لازم الثلاثة مع بعض، الأولى أو الثانية أو الثالثة، يبقى حصل البلوغ. والنساء تتميزن بعلامة رابعة اللي هي الإيه؟ الحيض أو الحمل. الحيض أو الحمل. طيب 3، الاعتداد به، هينبني على حصول الحيض أن هي تعتد بهذا الحيض، لأن المرأة التي لا تحيض إذا طلقت عدتها دي
ثلاثة أشهر. طب المرأة التي تحيض عدتها قد إيه؟ ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء اللي هي مفردها قرء أو قرء. القرء أو القرء ده في خلاف بالعلماء في تفسيره. بعض العلماء بيقولوا القرء هو الحيض، وبعضهم بيقولوا القرء هو الطهر، والأرجح أن القرء هو الحيض. ده مذهب الأحناف رواية أحمد أن القرء هو الحيض. يبقى تعتد ثلاثة قروء، يعني ثلاثة إيه؟ حيضات. وعلى أي حال طالما بتحيض يبقى هتعتد اعتداد مبني على حيضها، سواء هتعتد بالطهر أو بالحيض. المهم أنها تعتد اعتداد مبني عليه، على حيضها. لو مش بتحيض خالص يبقى تعتد عدة الطلاق ثلاث إيه؟ ثلاث شهور. فبيقول الاعتداد به، فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كانت تحيض، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاثة حيض. ورد من حديث عائشة رضي الله عنها صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. وده صريح في أن القروء معناها إيه؟ حيضات. تمام، عشان كده بيقول أصح أن القروء هي الإيه؟ هي الحيضات. تمام. طيب رقم أربعة، الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض. يعني واحدة احنا عايزين نعرف يا ترى حامل ولا مش حامل، هنستبرئ رحمها من الحمل بحصول الحيض. تمام، ليه؟ اولا طبيا زي ما قلنا، لان الرحم زي ما قلنا بيقعد يستعد لاستقبال الجنين. حصل جنين يبقى الدم ده مش هينزل، اللي هو الدم الذي كان سيغذي هذا الجنين. طب افرض ما حصلش وجود جنين، البويضة دي هتموت وهتنزل، وهينزل الدم اللي كان مستعد لاستقبال ايه؟ هذا الجنين، فيحصل الحيض. ففي تنافي ما بين الايه؟ الحيض اللي هو المعتاد ده وما بين الحمل. فلما المرأة تحيض نعرف ان هي مش ايه؟ مش حامل. وفي سبايا اوطاس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة. لا توطأ حامل حتى تضع. واحد دلوقتي حصل عنده جارية، اما في الغزو القتال وبعدين اتوزعت في نصيبه او اشتراها، المهم ان هو عنده جارية دلوقتي، اما ايما كان فيه عبيد وإماء، الزوج او السيد الذي يملك الأمة ملكا تاما له ان يطأها. طيب دلوقتي هو هيجامعها وهي ممكن تكون حامل، ينفع يعني تبقى حامل من واحد تاني من زوج او من سيد قبله، وبعدين هو يجامعها وفي بطنها حمل من غيره، يسقي زرع غيره ماءه، ينفع ما ينفعش؟ يستنى لغاية ما ايه؟ تلد. لا توطأ حامل حتى تضع. طيب لو هي مش حامل، هقول لك طب انت ايه عرفك ان هي مش حامل؟ يبقى ولا حائل، الحائل هي ضد الحامل، حتى تستبرئ بحيضة. انت اشتريتها دلوقتي او حصلت في ملكك الان، يبقى تستنى لما تحيض مرة كاملة عشان تتأكد ان الرحم مفهوش ايه؟ حمل من غيرك. تمام؟ يبقى ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة. هو ده معنى كلام الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالايه؟ بالحيض. واضح؟ طيب يبقى دي اربع احكام هتنبان على ايه؟ على الحيض او هتجب بسبب الحيض. طيب تنبيه، بيقول اذا طهرت الحائض او النفساء قبل غروب الشمس لازمها ان تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم. احنا اتكلمنا عن المسألة دي المرة اللي فاتت، بس في الاسئلة في الاخر. احنا قلنا ان المرأة الحائض لا تصلي. طيب لما تطهر، طهرت النهاردة مثلا وهي في وقت صلاة الظهر، طهرت الساعة 2 بعد صلاة الظهر، بعد دخول وقت الظهر، في وقت الظهر طهرت، هتعمل ايه؟ هتصلي الظهر اللي وصل الحاضرة، بعدين دخل وقت العصر صلي العصر، دخل المغرب صلي المغرب، دخل العشاء صلي العشاء، زي الفل. طب لو طهرت بقى الساعة 4 بعد اذان العصر، هيجب عليها صلاة العصر فقط ولا الظهر والعصر مع بعض؟ دي مسألة فيها خلاف. الجمهور يقولوا تصلي الظهر والعصر مع بعض. ليه؟ قالوا لأن وقت الظهر والعصر هو وقت واحد للعذر، مش اللي عنده عذر بيجمع الصلوات. يبقى صلاة الظهر والعصر هو في الحقيقة وقت واحد لمن عنده عذر. فدي امرأة معذورة ما كانتش بتصلي الظهر عشان كانت حائض ودلوقتي طهرت، فيبقى الظهر والعصر في حقها وقتهم واحد. فطالما طهرت في وقت الظهر والعصر لما وقتهم واحد، يجب عليها صلاة الايه؟ الظهر ثم العصر. ده قول الجمهور. الأحناف وترجيح شيخ الإسلام تيمية أنه لا يجب عليها إلا أن تصلي الصلاة الحاضرة فقط، وده أقوى. إن هي طهرت وقت العصر يبقى تصلي إيه؟ العصر فقط. لو احتاطت وصلت الظهر والعصر فلا بأس.
لكن لا يجب عليها إلا أن تصلي صلاة العصر فقط التي طهرت فيها. ليه بقى؟ احنا بنقول الظهر والعصر وقت واحد للمعذور، يعني دي رخصة من الله عز وجل. رخصة ولا تشديد؟ رخصة. طيب واحد عنده ظروف وقت الظهر مش عارف يصلي الصلاة في وقت الظهر، داخل عملية، في امتحان، في المهم عنده ايه ظروف مش عارف يصلي الظهر في وقت الظهر، ليه انه يجمع الظهر والعصر مع بعض. عنده ظروف وقت العصر مش عارف يصلي العصر في وقت العصر، يبقى يجمع جمع تقديم وصلاة الظهر والعصر مع بعض. فدي رخصة من الله عز وجل مش من اجل التشديد. فامرأة دلوقتي طهرت في وقت العصر، فيبقى ايه اللي هي خطبت بيه دلوقتي؟ صلاة العصر. تروح انت جايب لها الظهر اللي هي اصلا ما كانتش طاهر فيه ليه يعني؟ تمام. فالظاهر والعلم ان لا يجب عليها الا ان تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها فقط. تمام. ثم كانت النساء تحيض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتطهرن، والنساء لم يأمرهن أن يصلين الصلاة التي فاتتهن من الصلاة المجموعة. يعني ما كانش بيقولهم بقى اللي تطهر الساعة مثلا 10 بالليل تجيب المغرب والعشاء، ولا اللي تطهر مثلا الساعة 5 قبل غروب الشمس تروح تجيب الظهر والعصر. النساء لم يأمر النساء بذلك. تمام. بيقول تاني، إذا طهرت الحائض والنفساء قبل غروب الشمس لازمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، باعتبار أن وقت الظهر والعصر وقت واحد. ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لازمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، باعتبار أن وقت المغرب والعشاء وقت واحد، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حالة العذر. في حالة العذر ده لصالحك مش ضدك، رخصة يعني. تمام. وبه قال الجمهور مالك والشافعي وأحمد. زي ما قلنا القول الثاني اللي هو قول الأحناف وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يلزمها إلا أن تصلي الصلاة الحاضرة فقط. طيب مسألة تانية بقى، لو المرأة حاضت في أثناء وقت صلاة ولم تصليها بعد، هل يلزمها أن تصليها بعد أن تطهر؟ يعني هي دلوقتي دخل عليها وقت الظهر الساعة 12، قعدت لغاية 12 و10، 12 ونص، 12 وثلاث أرباع، 45 دقيقة، ساعة واحدة، ساعة واحدة ونص، ساعة اتنين، كل ده لسه ما صلتش الظهر. وبعدين الساعة اتنين بتبص لقيت ايه، حست بالدم نزل عليها، بتبصت لقيت دم الحيض نزل عليها وما كانتش لسه صلت الظهر، هترحله لغاية بعد ما تطهر وتصلي، ولا بعد ما تطهر مش عليها غير الصلاة التي طهرت فيها؟ دي برضو مسألة محل خلاف كبير بين أهل العلم. كثير من العلماء يقول يجب عليها أن تصلي الظهر لأنها لم تصليها وقد خوطبت به، وجبت عليها وهي ما صلتهاش، يبقى عليها أن تقضيها بعد أن تطهر. والظاهر والله أعلم هو ليس عليها ذلك، لا يلزمها. برضو نفس القصة، النساء في زمن النساء كنا يحضن، والغالب من الحضن بيأتي يعني بدون تحديد معاد دقيق. ممكن تبقى عارفة أنه في حدود يوم واحد اتنين في الشهر، في حدود يوم 10-11 في الشهر، في الحدود دي، لكن تعرفش بالضبط في أنهي صلاة هيجي لها. فممكن يبغتها في صلاة من الصلوات. فكتير بيحصل ان النساء يجي لهم الحيض في وقت صلاة وهي مش عاملة حسابها وما كانتش صلت. تمام. فالنساء لم يأمرهن به بقضاء هذه الصلوات، فالظهر والعمنية ليس عليها قضاء هذه الصلاة، ولو احتاطت وقضتها فهو حسن. امتى نقول بأن هي مأمورة بقضائها؟ إذا قصرت تقصيرا تأثم به. يعني خطبت مثلا بالظهر، حضر على وقت الظهر، وأخرت الظهر لغاية ما دخل عليها العصر، وبعدين حاضت كده، الظهر اللي هي أخرته لغاية العصر يجب عليها أن تقضيه، ثبت في ذمتها. لكن العصر اللي هو دخل عليها ولكن كان فيه ساعة أن هي تصلي، يعني بص قضاء أداء الصلاة بالنسبة للنساء دلوقتي واجب موسع ولا مضيق؟ هو محدود بزمن، بس الزمن ده مش في الحال والفور، ده موسع طول ليه؟ طول الوقت. يعني الظهر مثلا معها من أذان الظهر لغاية أذان العصر، فهي ما صلتش في أول الوقت، أخرت شوية ساعة ساعتين، تأثم؟ لا ما تأثمش، هي براحتها، فهي مش آثمة عشان انت تقعد تلزمها ان هي تقضي هذه الصلاة. واضح؟ انما لو أخرت بقى الظهر لغاية وقت العصر وبعدين دخل وقت العصر ثم حاضت، يبقى يلزمها ان هي تقضي الظهر الذي تركته. تمام؟ طيب. وكذلك والله أعلم لو أخرت الصلاة حتى لم يبقى وقت تصلي فيه، يعني أخرت الظهر لغاية قبل أذان العصر بدقيقة، وقت ما تصليش فيه. تمام. ثم حاضت، لا هي كده أثمت بهذا التأخير ويلزمها إيه؟ أن تقضي الظهر. طيب المسألة السادسة، أقل النفاس وأكثره. فاكرين مسألة أقل الحيض وأكثر الحيض؟ قلنا سريعا كده تاني، أقل مدة الحيض وأكبر مدة الحيض.
فاكرين الأحناف بيقولوا كام؟ أقل مدة 3 وأكبر مدة 10. الملكية بيقولوا أقل مدة 0 أكبر مدة 15. شافعي والحنابلة بيقولوا أقل مدة يوم وليلة أكبر مدة 15. يعني أكبر مدة عند الجمهور 15 وده الصحيح، وأقل مدة الصحيح فيه قول الأحناف إن ولا لحد الأقل يكفي دفع الدم. تمام؟ طيب ده بالنسبة للإيه؟ للحيض. طب الطهر أقل مدة للطهر قد إيه؟ الجمهور بيقولوا أقل مدة للطهر 15 يوم، الحنابلة بيقولوا أقل مدة للطهر 13 يوم. خلينا مع قول الجمهور إن أقل مدة للطهر كام؟ 15 يوم. طب أكبر مدة للطهر كام؟ إجماعا لا حد لأكثره. يعني ممكن امرأة تقعد طاهر طول عمرها ما بيجيلهاش دم، لا ينزل عليها حيض، اللي هي بيقولوا أمينوريا اللي هو ما بينزلش أصلا دم عليها خالص، واللائي لم يحضن. تمام؟ في نساء ما بيحضوش أصلا. فيبقى دلوقتي الحيض أقله 15 يوم، أكثره مفتوح لا حد لأكثره. طب إيه معنى أن أقل الحيض أقل الطهر؟ أنا قلت الطهر والحيض، قلت الحيض غلط، أنا آسف. الطهر أقل الطهر 15 يوم، أكثره إيه؟ مفتوح لا حد لأكثره. إيه معنى أن أقل الطهر 15 يوم؟ المقصود بالطهر هو الطهر الفاصل بين حيضتين، مش الطهر المتخلل لنفس الحيضة، لأن ممكن الحيضة الواحدة يتخللها طهر. يعني ممكن مرأة مثلا ينزل دم 5 أيام وبعدين يقطع 3 أيام بعدين يكمل 3 أيام. 5 أيام الأولين دول إيه؟ حيض. 3 أيام اللي في النص طهر متخلل لنفس الحيضة. طب 3 أيام اللي بعد كده حيضة، هي نفس الحيضة اللي فاتت بنكمل عليها، يبقى كده حاضط كله كام يوم؟ 5 و3 كام؟ 8. واللي في النص دول كانوا طهر متخلل. في الطهر المتخلل ده تعمل ايه؟ تغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، طهر. بس طهر متخلل لنفس الحيضة بمعنى ايه؟ لو قلنا ان اكتر مدة للحيضة 15 يوم، عايزين نكمل 15، التلاتة التانيين دول مش هنبدأ نعد من جديد 1 2 3 لغاية ما نكمل 15، لا ده هنضيفهم على اللي فاتوا. كنا 5 يبقى نكمل 6 7 8 كده. إنما لو حصل طهر 15 يوم، ساعة ما يجي ينزل دم جديد هنبدأ نعد 1 2 3 نعد من جديد حيضة جديدة. واضح ولا ايه؟ فهمنا مسألة أقل مدة للطهر وأكثر مدة للطهر وأقل مدة للحيض وأكثر مدة للحيض، فهمناها ولا ايه؟ طيب هندي أمثلة كده مسائل رياضية وتحلوها كده وإحنا قاعدين. بس قبل ما نديها نقول قاعدة أن الصفرة والقدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر. تاني قاعدة دي عند الجمهور، أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر. طيب خلف في المسألة دي الظاهرية والشافعية، دول قالوا طهر مطلقا ودول قالوا إيه؟ حيض مطلقا. الظاهرية قالوا الصفرة والكدرة طهر مطلقا، والشافعية قالوا حيض مطلقا، والجمهور بيقولوا لا في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر. يعني صفرة الأول يعني ايه وكدرة يعني ايه؟ صفرة يعني فرزات لونها غامق، مية مصفرة شوية غامقة، كدرة يعني معرق بدم، وده مش دم صريح. صفرة وكدرة لا هي دم صريح ولا هي مش دم، حاجة وسط. فعشان كده بتاخد حكم ما قبلها أو حكم ما هي فيه. يعني ايه؟ واحدة مثلا نزل عليها الدم 5 أيام دم وبعدين يومين صفرة متصل بالخمس أيام على طول، اليومين الصفرة دول هيعتبروا إيه؟ حيض ولا طهر؟ حيض. ليه؟ لأن دول متصلين بالدم فيعتبروا إيه؟ حيض. لكن واحدة نزل عليها الدم 5 أيام بعدين قطع 10 أيام بعدين جالها صفرة يومين بعدين قطع 5 أيام بعدين نزل عليها دم تاني، الصفرة اللي في اليومين اللي في النص دول كده اللي في وسط الطهر حكمهم إيه؟ طهر. واضح ولا إيه؟ تمام. والدليل على ذلك حديث أم سلمة اللي هو كنا لنعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، يعني خلاص حصل طهر وبعدين نزل شوية صفرة ولا حاجة. طب في زمن الحيض حيض، عشان حديث عائشة رضي الله عنها النساء كنا يرسلنا إليها بالدرجة فيها شيء من الكرسف فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. يعني كان الستات يبقوا محتارين في زمن النساء الصحابيات، فيبعتوا يستفتوا مين؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قطنة وفيها حاجة كده لونها أصفر لونها أحمر، فيبعتوها لعائشة رضي الله عنها فتقول إيه؟ ما تستعجلوش لغاية ما تروا القصة البيضاء اللي هو إفرازات لونها إيه؟ نظيف تماما.
فدل ذلك على أن المرأة لو نزل عليها صفرة أو كدرة متصلة بالدم هتعتبرها إيه؟ حيض. يبقى قاعدة الجمهور وهو الصحيح أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر إيه؟ طهر. جميل. طيب ناخد كم مثال كده وتجاوب. المثال الأول، امرأة مبتدئة يعني إيه؟ أول مرة جيلها الدم، بنت عندها 13-12 سنة وأول مرة ينزل عليها الدم، نزل عليها 8 أيام دم ثم 5 أيام طهر ثم 4 أيام دم. تاني نزل عليها 8 أيام دم ثم 5 أيام طهر ثم 4 أيام دم. الثمان أيام دم الأولانيين دول هيبقوا إيه؟ حيض. الخمس أيام الطهر هيبقوا إيه؟ طهر متخلل لنفس الحيضة. بعدين الأربع أيام التانيين حيضة جديدة ولا نفس الحيضة مستكملة؟ نفس الحيضة مستكملة. كده الحيض بتاعها قعد كام يوم؟ 8-4-12. خلي بالك لما بتيجي تعد بتعد الدم لوحده، وده اسمه التلفيق، وده مذهب الجمهور. في خلاف بين العلماء ازاي نعد، هل نعد الدم ونضيف عليه الطهر المتخلل في العدد كله بحيث نوصل للنهاية 15 يوم اقصى مدة ونقلب بعد كده للاستحاضة، ولا نعد بس الدم ونسيب الطهر اللي في النص؟ دي مسألة فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء بيقولوا نعد الدم ونضيف على الطهر بحيث يبقى المجموع كله كام، لو وصل لل 15 يوم وزاد يبقى دخلنا كده في استحاضة اللي هو أقصى مدة للحيض، وبعد كده بقى استحاضة. والجمهور بيقولوا لا، نلفق يعني ايه، ناخد الدم والدم 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 ونسيب الطهر اللي في النص. واضح؟ يبقى بعض ما يرون الجمع وبعض ما يرون التلفيق، والجمهور على التلفيق. الصحيح التلفيق في الحيض والجمع في النفاس. تمام؟ يعني يعني لما نيجي نحسب أكبر مدة حيض اللي هو 15 يوم، هنتجمع الدم مع الدم مع الدم مع الدم، الدم وصل 15 يوم يبقى كده احنا اخر مده للحيض، زاد بقى 16 دخلنا كده في ايه؟ في استحاضه. لكن في النفاس لما نيجي نقول ال 40 يوم، ال 40 يوم دول مرتبطه بحدث معين اللي هو الولاده، فاحنا اخرنا 40 يوم. ال 40 يوم دول حصل فيهم طهر، حصل فيهم طهر متخلل، حصل فيهم دم نفاس، المهم ان اخرنا كام؟ 40 يوم من الحدث اللي حصل ده اللي هو الولاده. فمش هيفرق بقى اثناء اللي حصل ده في النص في ال 40 يوم كان دم ولا طهر متخلل، مش هتفرق. فعشان كده بنقول في النفاس الصحيح ان احنا نجمع دم وطهر مع بعضه في النهايه، عندك اخرك 40 يوم بعد الولاده. انما في الحيض اخرنا 15 يوم دم، مالناش دعوه بالطهر المتخلل اللي في النص. واضح ولا ايه؟ تمام. مثال تاني، واحده نزل عليها 4 ايام دم ثم 15 يوم طهر ثم 5 ايام دم. امرأة مبتدأ نزل عليها 4 أيام دم ثم 15 يوم طهر ثم 5 أيام دم. الأربع أيام دم الأولانيين يبقوا إيه؟ حيض. ال 15 يوم طهر اللي في النص طهر. طهر متخلل ولا طهر فاصل بين حيضتين؟ طهر فاصل بين حيضتين، يعني ال 15 يوم وصل لأقل مدة إيه؟ طهر. طيب ال 5 أيام التانيين دول يبقوا إيه؟ حيضة جديدة. حيضة جديدة. طيب مثال كمان، امرأة مبتدأ نزل عليها 5 أيام دم ثم 3 أيام طهر ثم يومين صفرة ثم 5 أيام دم. تاني المسألة، امرأة مبتدأ أول مرة جيلها الدم، نزل عليها 5 أيام دم ثم 3 طهر ثم 2 صفرة ثم 5 دم. الخمس أيام دم الأولانين حكمهم حيض. الثلاث أيام طهر، طهر متخلل. اليومين الصفرة، طهر متخلل. والصفر دول بعد ايه؟ بعد طهر. والصفر والقدرة في زمن الطهر ايه؟ طهر. تمام؟ يبقى اليومين الصفر دول ايه؟ طهر برضو متخلل. كده الطهر كله كم يوم؟ 5 ايام. 5 ايام تصلح للفصل بين حيضتين؟ ما تصلحش. يبقى الخمس ايام دم اللي في الاخر دول اكمال لنفس الحيضة. يبقى الحيضة كده قعدت كم يوم كلها؟ 5 و15. جميل. مسألة تاني، امرأة مبتدأ نزل عليها 8 أيام دم ثم 6 أيام طهر ثم 15 يوم دم. تاني ما تستعجلوش، امرأة مبتدأ نزل عليها 8 أيام دم وبعد كده
6 ايام طهر، وبعد كده 15 يوم دم. 8 ايام دم الاولانيين دول حكمهم ايه؟ حيض. طيب 15 يوم، الست ايام طهر، طهر متخلي لنفس الحيضة. 15 يوم دم، اول 7 منهم كمالة للحيضة اللي فاتت، وبعدين الباقي كل اللي هو 8 استحاضة. هو احنا امرأة مبتدأ يعني اول مرة ينزل الدم في حياتها، احنا ما كناش نعرف هتبقى حيض ولا مستحاضة. فلما ينزل الدم الاول 8 ايام ده دم حيض، 6 ايام طهر، طهر اهو ما نعرفش، فجأة قطع ورجع دم، يمكن تكون بتكمل حيضتها بيوم ولا يومين. طب يوم يومين 3 4 5 لغاية 7 ايام مجموعين على 8 كده عرفنا ان هي ايه؟ لا ده معظم الوقت هتبقى دم. طالما معظم الوقت دم، معظم الوقت دي اللي هو 15 يوم زائد 1 اللي هو 16، ما هو 50% من الشهر زائد 1، تمام؟ فطالما معظم الوقت دم يبقى كده دخلنا في الايه؟ في الاستحاضة. فيبقى 7 ايام من ال 15 الجداد دول هتبقى حيض، وبعدين الباقي بقى ايه؟ استحاضة. طيب ده لو قلنا بالتلفيق اللي هو قول الجمهور وده صحيح. طب لو حابين نحسبها بالطريقة التانية اللي هي طريقة الجمع، 8 و6 و15، 8 الاولانيين حيض، 6 اللي في النص طهر متخلل، والطهر المتخلل هيحسب 8 و6 كام؟ 14. تاخد يوم واحد دم حيض من الايام بتوع ال 15، وبقيه الايام ال 14 كلهم ايه؟ استحاضه. لكن الطريقه دي قلنا مرجوحه، تمام؟ طيب مساله وما نستعجلش. قال يا شيخ راي الشافعيه والظاهريه اللي هو بتاع ايه؟ طيب مساله، 8 ايام دم اسود، ثم يومين طهر، ثم 10 ايام دم احمر. ركز معايا، 8 ايام دم اسود، وبعدين يومين طهر، وبعدين 10 ايام دم احمر. الثمان ايام دم اسود حكمهم ايه؟ حيض. اليومين الطهر طهر متخلي. العشر ايام دم احمر هناخد 7 منهم كمالة الحيضة اللي فاتت، وتلاتة الباقيين استحاضة. ما يغركش اسود واحمر، عشان قلت لك دم اسود تعتبره حيض واحمر يبقى استحاضة. هو امتى نروح لاحكام المستحاضة؟ لما نعدي ال 15 يوم. وصلت؟ يبقى ما تدخل ما يغركش ان انا قلت لك دم احمر ودم اسود فانت تفتكر الاسود بقى حيض والباقي. مسألة المرأة المميزة اللي هو بتميز بعض الايام اسود وبعض الايام احمر، ما هندخلش ليها الا لما تكون اصلا ايه؟ مستحاضة. مستحاضة دي يعني عدت كام؟ اقصى مدة للحيض اللي هي 15 يوم، بعدين نبدا نشوف بقى دم الاسود دم الاحمر والقصص دي بتاع التمييز. انما ما ندخلش للتمييز واحنا لسه في الحيضة اصلا. امتى ندخل تمييز؟ لما ندخل في الاستحاضة، تمام؟ يعني واحدة بنت اول مرة نزلها دم في حياتها، نزل يوم والتاني والتالت والرابع والخامس اسود، وبعدين قلب الاحمر، هنقول لها بقى اغتسلي وصلي؟ لا، هتقعد برضو حيض السادس السابع الثامن التاسع العاشر. افرض قطع خلاص، هو يبقى دم الحيض بتاعها بيجي احيانا اسود واحيانا احمر. انما لو عدت ال 15 يوم ساعتها نقول دي ايه؟ مستحاضه. قعد متكرر بقى كده على طول، طول الوقت بيتكرر كل شهر 5 اسود والباقي احمر، 5 اسود والباقي احمر، هنقول لها هتعمل ايه؟ تعتبر الاسود ده هو الحيض والاحمر ده هو الايه؟ الاستحاضه. لان هي كده امراه مميزه، بعد ما بقت مستحاضه هي مميزه. انما الاول انا ما اعرفش هي مستحاضه ولا لا، فمش هبص للاسود والاحمر ده خالص. هو كل الدم ايه؟ حيض. قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الاذى نازل المرأة، الدم نازل المرأة، الاصل فيه هو دم ايه؟ حيض. واضح؟ طيب مثال، مسألة تاني. كل المسائل اللي فاتت دي كانت مرأة ايه؟ مبتدأ. هناخد مرأة معتادة عادتها 7 ايام، ثم نزل عليها 8 ايام دم ويومين صفرة ثم طهر. امرأة معتادة وعادتها 7 ايام، جت في شهر نزل عليها 8 ايام دم وبعدين يومين صفرة وبعدين طهر. التمن ايام دم حيض، واليومين الصفرة حيض برضو، وبعدين الطهر طهر. جميل. بمعنى ايه؟ المرأة المعتادة التي تغيرت عادتها هتظل حائضا الى اقصى مدة الحيض، وده قول الجمهور. الجمهور بيقولوا ان لو المرأة كانت معتادة عادة معينة وبعدين زاد عليها الدم في مرة هتكمل حائض عادي لغاية ما توصل لإيه؟ أقصى مدة حيض اللي هو 15، وبعدين تقلب لمستحاضة. ده قول الجمهور. المالكية لهم تفصيل تاني والحنابلة لهم تفصيل تاني، تمام؟
سيبنا من التفاصيل دي، مش هتهمنا دلوقتي على مستوى الكتاب. طيب مسألة، امرأة معتادة وعادتها 5 أيام، نزل عليها 5 أيام دم أسود، ثم 3 أيام دم أحمر، ثم 3 أيام صفرة، ثم طهر. تاني، كانت معتادة 5 أيام، نزل عليها 5 أيام أسود، بعدين 3 أيام أحمر، بعد كده 3 أيام صفرة. الخمس أيام الأسود حيض، الثلاث أيام الأحمر حيض برضو، الثلاث أيام الصفرة حيض برضو، لأن المجموع كده كام؟ 5 و3 و3 11، لسه ما وصلناش لأقصى مدة إيه؟ حيض. جميل. طيب امرأة معتادة وعادتها 8 أيام، نزل عليها 12 يوم دم و8 أيام كدرة. تاني، امرأة معتادة وعادتها 8 أيام في الشهر، نزل عليها 12 يوم دم و8 أيام كدرة. ال 12 يوم دم حيض، 8 أيام كدرة 3 منهم، هنكمل الحيضة اللي فاتت وصلنا ل 15، يبقى ال 45 دول ايه؟ استحاضة. ممتاز. يبقى فهمنا قصة بقى ايه؟ أقل مدة حيض وأكبر مدة حيض، أقل مدة طهر وأكبر مدة طهر، مفهوم ولا ايه؟ تمام. طبعا أقل مدة طهر فاصل بين حيضتين هي 15 يوم، لأن بحيث يبقى مجموع أكبر مدة في الحيض مع أقل مدة طهر، يبقى في الآخر شهر اللي هو 30 يوم. زائد أن طبيا حتى العمر البويضة قبل ما تفرقع وتموت ويبدأ ينزل الحيض 14 يوم، يعني دايما من يوم خروج البويضة من المبيض لغاية ما يحصل الدورة هو بيبقى 14 يوم. يعني النساء اللي عادتهم متلخبطة او في تفاوت في العادة، بتزيد بتقل بتزيد بتقل، لما نيجي نعرف حصل التبويض امتى او نيجي نحسب التبويض، افضل مدة نحسبها بطريقة رجعية من موعد الحيضة الجديدة. يعني هتحيض يوم مثلا، لو احنا متوقعين ان هتحيض مثلا في يوم ما، قبلها ارجع 14 يوم، هو ده موعد الايه؟ التبويض، هو ده موعد خروج البويضة. تمام. طيب المهم، المسألة السادسة، اقل النفاس واكثره. بيقول لا حد لأقل النفاس. ليه؟ لأنه لم يرد فيه تحديد، فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا. يعني ممكن يبقى، هنفرض نتخيل كده امرأة ولدت وما نزلش على دم خالص، هنفرض يعني، تمام، هنقول لا لازم تقعد تستني مثلا 5 أيام نفاس ولا 10 أيام نفاس، ولا خلاص كده خلصت خلاص خلاص. افرض نزل على النفاس مثلا يوم واحد وطهرت، هنقول لا استني يومين كمان، خلاص هي طالما طهرت انتهى. فلا حد لأقله. ويحكى من اسناد ضعيف أن امرأة ولدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل عليها دم، فسميت ذات الجفوف، في جافة يعني فمفيش دم خالص يعني. تمام. فاسناد ضعيف طبعا، أو حديث موضوع كمان، بس المهم في النهاية إيه؟ إن لا حد لأقله. تمام. ما يحكى عن السيدة فاطمة موضوع يا شيخ، إنها وضعت المغرب وصلت الله مش عارف سنة، لا أدري سنة ده. طيب أكثره كام؟ 40 يوم. بيقول وأكثره 40 يوما. ده قول مين؟ ده قول الأحناف والحنابلة إن هو 40 يوم. المالكية والشافعية إن أكثر النفاس 60 يوم، والصحيح قول الأحناف والحنابلة إن هو كام؟ 40. ليه بقى؟ بيقول قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. يبقى إجماعا تدع الصلاة 40 يوما، يعني لها أن تدع الصلاة 40 يوما، مش لازم تدع الصلاة 40 يوما، لا، بمعنى لو طهرت قبل 40 كده كده تغتسل وتصلي، لكن ممكن تنتظر يوم والتاني والتالت والرابع والخامس معاها لغاية كام؟ 40 يوم، ده مجمع عليه. ولحديث أم سلمة كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. طيب تجلس 40 يوما، هو عادة غالب النساء انهم بيطهروا قبل 40، يعني غالب النساء بعد النفاس بعد الولادة بيطهروا قبل 40، امال ايه كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما؟ الحديث ده يدل عن ده التوقيت بتاعها، عشان كده بنقول الصحيح هي اخرها كام؟ 40. بعد ال 40 انا ما اعرفش هيقطع امتى، ده ممكن تكون بتنزف، ممكن تقعد 45، ممكن تقعد 50، ممكن تقعد 55، ممكن تقعد 60، ممكن تقعد 70، ممكن تقعد، وانا عارف منين؟
فخلاص طالما زادت عن الأقصى عدد أيام غالب على النساء، الغالب إن هم أقصاهم كام؟ 40 يوم. فطالما زادت أنا ما أعرفش بقى هي تقعد قد إيه، فهتقلب لإيه؟ لمستحاضة. واضح ولا إيه؟ فشكا الصحيح اللي هو قول أحناف الحنابلة إن هي أخرنا كام في النفاس؟ 40 يوم. 40 يوم دي اللي هو المدة من بعد الولادة، تجلس 40 يوما من بعد الولادة. ما لناش دعوة بقى ال 40 دول تخللهم طهر ولا لا. واضح؟ يعني مثلا لو فرضنا واحدة بعد الولادة بقى يجي لها الدم يومين ويقطع يومين، ويجي لها يومين ويقطع يومين، ويجي لها يومين ويقطع يومين. لو احنا هنشتغل بالتلفيق زي الحيض، يبقى كده انا هخليها تستنى 80 يوم. يومين دم ويومين طهر مش محسوبين، يومين دم ويومين طهر مش محسوبين، ويومين دم ويومين طهر مش محسوبين. يبقى انا كده لو قعدت اجمع اليومين يومين يومين دول هوصل لكام في النهاية؟ ان انا اقعدها كام يوم؟ 80 يوم. والحديث بيقول تجلس كام؟ 40. يبقى ما ينفعش ان احنا نعد الدم ونسيب الطهر، احنا هنعد المدة كلها من بعد الحدث اللي هو حدث الولادة. واضح؟ شكل الارجح في النفاس الجمع مش التلفيق. واضح ولا ايه؟ طيب. انما في الحيض الارجح ليه؟ التلفيق. ليه بقى؟ اضرب لك مثال. واحدة بيجي لها دم يوم، وبعدين بتطهر 10 ايام، ويجي لها دم يوم وتطهر 10 ايام، ويجي لها دم يوم وتطهر 10 ايام. مش دي تنفع تبقى حيض عادي كده خالص؟ هو بتحيض يوم كل 10 ايام، او بتحيض 3 ايام في الشهر، ده جميله جدا ممتازه. 3 ايام في الشهر وكله حاجه حلوه خالص، مش كده؟ 100 100. طيب، فلو احنا قلنا ان احنا هنجمع الـ المده اللي في النص، يوم وعشرة وتسعة أيام أو عشرة أيام، يبقى كام؟ 11. وبعدين يوم يبقى 12، والعشرة أيام 22. يبقى احنا كده دخلنا في ايه؟ في استحاضة. هي دي مرأة مستحاضة؟ يعني ما بينزل دم 3 أيام في الشهر كله، دي أحسن من بقية الستات اللي بينزلهم 5 أيام وست أيام وعشرة أيام، مش كده؟ هل دي مستحاضة؟ لا مش مستحاضة. واضح ولا ايه؟ يبقى مجموع الدم في الشهر كام كده؟ 3 أيام، يعني بتجمع بتلفق ده وده وده، ما بتحسبش الطهر في النص. واضح؟ مش كده بيقولوا أرجح في الحيض التلفيق، لكن في النفاس الجمع. طيب نضرب امثله بقى برضو مسائل شويه في النفاس. احنا خدنا مسائل في المراه المبتدا ومسائل في المراه المعتاده، ناخد مسائل بقى في الولاده. طيب امراه ولدت، ثم السؤال الاول نزل عليها 10 ايام دم، ثم 10 ايام طهر، ثم 30 يوما دم. 10 دم بعد كده 10 طهر بعد كده 30 يوم دم. العشرة دم الاولانيين نفاس، العشرة طهر. طهر متخلل ولا فاصل؟ طهر متخلل، ده 10 ايام. ما قلنا اقل طهر فاصل قد ايه؟ 15 يوم. فال10 ايام دول طهر ايه؟ متخلل. طب ال30 يوم هناخد منهم 20 نكمل ال40 وبعدين 10 استحاضة. يبقى 20 يوم من ال30 نفاس و10 ايه؟ استحاضة. طيب مسألة تانية، امرأة ولدت ثم نزل عليها 20 يوم دم، 5 أيام طهر، 5 أيام صفرة، 10 أيام دم. تاني، 20 يوم دم، 5 أيام طهر، 5 أيام صفرة، 10 أيام دم. ال 20 يوم دول الأولين دول إيه؟ نفاس. طيب 5 أيام طهر، طهر متخلل، 5 ايام صفرة، طهر متخلل، 10 ايام دم، كمالة النفاس. طيب مسألة، امرأة ولدت ثم نزل عليها 20 يوم دم، ثم 15 يوم طهر، ثم 10 ايام دم. سؤال تاني، السؤال تاني، 20 يوم دم، ثم 15 يوم طهر، ثم 10 ايام دم. ال 20 يوم دم الاولانيين نفاس، ال 15 يوم طهر، طهر متخلل ولا فاصل؟ فاصل. ال 10 ايام حيض، خلاص فصلنا كده النفاس. الدم النازل جديد ده دم ايه؟ حيض. تمام. وال 10 ايام دي لم يتجاوز اقصى مده الحيض، يبقى ال 10 ايام دول كلهم حيض. طيب المساله السابعه في دم المستحاضه، بيقول الاستحاضه سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل.
المرأة ممكن يحصل لها خلاف العادة بقى، العادة ان بينزل لها كل شهر مدة معينة الدم اللي هي الدورة الشهرية، لكن ممكن واحدة يحصل لها نزيف نتيجة بقى اي مشكلة مرضية بقى، سيول الدم، ليفة لحمية، ورم سرطاني، اي مكان السبب، في النهاية ايه نزلها دم باستمرار. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ذلك عرق، يعني عرق ينزف، وقال انما هي ركضة من الشيطان. لو فاكرين في كتاب التوحيد قلنا ان اسباب الفساد والمرض باسباب الشر بتجتمع فيها الاسباب الظاهرة والباطنة معا، يعني ممكن يكون ركضة من الشيطان، الشيطان هو اللي سبب لها النزيف ده، هو اللي دخل في مجرى العروق وسبب لها هذا الورم او هذا النزيف، ممكن ممكن. وفي نفس الوقت في سبب ظهر وعرق، في حاجة بتنزف، لذلك قال انعت لك الكرسف، يبقى وصف لها وصفة ايه تمنع نزول هذا الدم، يبقى نصم تعامل معها وتعامل ظاهري برضو. يبقى اسباب الشر والخير الظاهرة والباطنة بتتضافر، يعني حصل شر وفساد ممكن يكون سبب ظاهر او سبب باطن او الاثنين مع بعض. طب انت عايز تضد الشر ده بخير، برضو ممكن تستعين بالاسباب الظاهرة والباطنة معا فيكون اقوى تأثيرا، يعني تاخد بالاسباب الظاهرة في العلاج ومعاها برضو الاسباب الباطنة كالرقية والاستشفاء بالقرآن وما شابه ذلك. طيب المهم بيقول دم الاستحاضة يخالف دم الحيض في احكامه وفي صفته، وهو عرق ينفجر في الرحم سواء كان في اوقات الحيض او غيرها، وهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوطأ لأنها في حكم الطاهرات. المرأة المستحاضة بتعتبر نفسها جزء من الشهر ايه طاهر حائض، وبقية الشهر مستحاضة في حكم الطاهرات، يعني هتصلي وهتصوم وزوجها يجامعها. طيب الصلاة والصيام ما فيش اشكال، ده وارد نصا في الحديث، مثلا قال دع الصلاة إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، يعني وقت الحيضة هتترك الصلاة، في غير وقت الحيضة والدم نازل هتغسل الدم وتايه وتصلي. فالصلاة والصيام بلا خلاف إن المرأة المستحاضة إيه تصلي وتصوم، المرأة المستحاضة. طيب هزوجها وجماعها ولا لا؟ هنا في خلاف بالعلماء، بعض العلماء قالوا المرأة المستحاضة زوجها لا يجامعها، قعدت مستحاضة شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين عشرين سنة لا يجامع. ليه؟ لأن ربنا عز وجل قال فاعتزلوا النساء يسألون كان محيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، طالما الأذى نازل يبقى المرأة إيه تعتزل، وده مذهب الحنابلة. الجمهور قالوا لا، المرأة المستحاضة زوجها يجامعها عادي. ليه؟ لأن ربنا قال فاعتزلوا النساء فين؟ في المحيط، هو ده محيط، ده استحاضة. ونسم نص في الحديث اللي هيجي معنا دلوقتي إن ذلك عرق وليس بالحيضة، يبقى ده مش حيض أصلا، واضح؟ فدل على أن له أحكام تخالف أحكام الايه الحيض. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم استحاضت نسوة كثر، يعني كذا امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم استحاضت، ونسم لم يأمر أزواجهن باعتزالهن، تمام؟ يعني هيجي معنا حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث حنة بنت جحش، وحديث بنت جحش، وحديث أم حبيبة بنت جحش. فكتير من النساء استحضن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونسم لم يأمر أزواجهن أن إيه يعتزل أن يعتزلوا نسائهن. فبيقول وهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوطأ لأنها في حكم الطاهرات. يبقى الحاجات اللي كانت حرام على المرأة الحائض كلها السبعة مش موجودة في حق المرأة ليه المستحاضة، ما عدا حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس. إيه؟ إيه؟ ما تدخلش المسجد إلا لو أمن التلويث المسجد. يا طاهر، بس افرض نزلت وعمال الدم ينقط كده تلوث المسجد. لكن لو امنت تلويث المسجد، بمعنى شدت على نفسها خرقه او وضعت تحتها طسطا من يجمع الدم، او المهم ان هي امنت تلويث المسجد، يبقى يجوز لها ايه ان تمكث في المسجد. هي دي بس المساله الوحيده اللي ممكن تخالف فيها الايه الطاهرات. طيب ودليله حديث فاطمه بنت ابي حبيش قالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر، افادع الصلاه اسيب الصلاه على طول بقى؟ قال لا، إن ذلك عرق وليس بالحيضة، عرق يعني ده نزيف مش ده الحيض، فإذا أقبلت الحيضة، يعني انت عارفة بقى اللي هو ايه وقت الحيض، لما بيجيلك وقت الحيض في أثناء الاستحاضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، وعند الاستحاضة
طبعا هنا احنا نعرف حيضتها ازاي، هيجي معانا اما بالعادة السابقة واما بالتمييز واما بعدد غالب النساء. وعند الاستحاضة تغسل فرجها وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط، ويغني عن ذلك الحفائظ الطب الصحية في هذا الوقت، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. يبقى المرأة المستحاضة أولا هتغتسل عشان انتهى الحيض بتاعها، ثانيا دلوقتي احنا عندنا دم نزل على طول من الفرج، الدم نزل من الفرج على طول ده حدث ونجس دائم، هنتعامل زي مع الحدث الدائم تتوضأ لكل صلاة. طب والنجس الدائم تتحفظ بقدر استطاعته. تاني المرأة المستحاضة دي بعد ما انتهت الحيضة هتغتسل عشان الحيضة انتهت، بس في النهاية الدم نزل عليها باستمرار، والدم ده نجس ولا طاهر؟ نجس. ونزوله من الفرج حدث ولا مش حدث؟ حدث، اللي احنا قلنا الخارج من السبيلين ده ايه؟ ينقض الوضوء. فدلوقتي عندها حدث دائم ونجس دائم، تعمل ايه؟ الحدث الدائم هتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت. طب والنجس الدائم تتحفظ بقدر استطاعته، زي دلوقتي مثلا هتلبس ايه؟ حفاضات. وهنقيس على المرأة المستحاضة كل صاحب حدث دائم وكل صاحب نجس دائم. طيب مثال لصاحب حدث ونجس دائم، صاحب سلس البول. صاحب سلس البول ده عنده حدث ونجس دائم، خروج البول ينقض الوضوء وهو نجس، فيعمل ايه؟ اللي عنده سلس بول دايما الدم دايما البول بينقط معاه. سلس بول ده مش معناها ان بينزل عليه قطرتين بعد قضاء الحاجة، لا ده واحد لا يستمسك، اللي هو لو كح ينزل نقط بول، لو عطس ينزل نقط بول، لو ميل ينزل نقط بول، لو حزق ينزل نقط بول، ما عرفش يستمسك طول الوقت عمال البول بينزل معاه، فاللي هو وقت الصلاة البول بينزل عليه في الصلاة، فده دلوقتي صاحب سلس بول يعمل ايه؟ ده حدث دائم ونجس دائم. الحدث الدائم يتوضأ لكل صلاة، والنجس الدائم يتحفظ، يعني يحط قطنة او ما شابه على مخرج البول بحيث انه لا ينتشر في الملابس، ده لو كان كتير. طب افرض هو بينزل بس نقط قليلة ويكفي في ذلك الملابس الداخلية لجمعه، خلاص يبقى الملابس الداخلية تكفي كتحفظ، لكن لو لا هتنتشر الداخلية والخارجية وكله، يبقى يضع ايه؟ قطنة او حفاضة طبية او ما شابه. احتاجوا مثلا الناس اللي هي عندها عدم استمساك او كبار السن الذين او الناس المصابة بمشاكل مثلا في الجهاز العصبي او في العمود الفقري، وفعلا بيحصل ناس بيبقى عندهم خلاص سلس بول ما يقدرش يستمسك، نعمل ايه؟ نلبسه حفاضة طبية بحيث ان هو ايه؟ حفاضة صحية بحيث ان هو لا ينتشر البول في الملابس. طيب مثال لصاحب حدث دائم بس مش نجس، اللي عنده انفلات ريح. انفلات الريح، الريح ليست نجسة لكنها حدث، فاللي عنده انفلات ريح دايما على طول لا يستمسك، ده يعمل ايه؟ هيتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت. طيب مثال لصاحب نجس دائم وليس بحدث، اللي هو مين؟ عنده نجاسة دائمة لكن مش حدث، المتعور، مجروح، واحد مجروح جرح ينزف باستمرار، جرح عميق، اللي هو مش مثلا ايه نقطتين ويخلص، لا عمال بينزل على طول، فده عامل ايه؟ عنده نجس دائم، يتحفظ بقدر الامكان وبس، ليس عليه ان يتوضأ لان خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. طيب بيقول ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. المرأة المستحاضة كيف تتطهر؟ ممكن تتطهر بأربع صور. الصورة الأولى وهي الأسهل أن تتوضأ لكل صلاة. الصورة الثانية أصعب شوية، تغتسل مرة في اليوم وتتوضأ لكل صلاة. الصورة الثالثة وأصعب شويتين، تغتسل ثلاث مرات في اليوم، مرة تصلي بها الفجر، ومرة تأخر الظهر وتقدم العصر وتغتسل وتصلي الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته جمع سوري، والمرة الثالثة للمغرب والعشاء برضو تجمع جمع سوري، تأخر المغرب لآخر وقته وتقدم العشاء في أول وقته، يبقى كده اغتسلت كم مرة في اليوم؟ ثلاثة. الصورة الرابعة ودي أصعب حاجة بقى، تغتسل لكل صلاة، وده بالترتيب كده في الفضل، يعني لو الواجب عليها ان هي تتوضأ لكل صلاة. طب تقدر على الصورة الأعلى شوية يبقى تغتسل مرة في اليوم، تقدر للصورة الأعلى تغتسل ثلاث مرات في اليوم، مرة للفجر ومرة للظهر والعصر ومرة للمغرب والعشاء، طب تقدر تغتسل لكل صلاة فده أعلى حاجة، يبقى كده أربع صور من الطهارة للمستحاضة، والأربع وردين، ثلاثة منهم وردين مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وواحدة وردة ايه؟ موقوفة، او اتنين مرفوعين واحدة موقوفة واتنين موقوفين، نمسكهم واحدة واحدة. الحالة الاولى اللي هي تتوضأ لكل صلاة، ده وارد فين؟
وارد في حديث فاطمة بنت أبي حبيش اللي هو عدى معانا من شوية ده، اللي هو فاغسلي عنك الدم وصلي، ده حديث متفق على صحتي. في رواية في السنن، في سنن أبي داود بن ماجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وتوضئي لكل صلاة، يبقى يعني أمر فاطمة بنت أبي حبيش أن هي تتوضأ لكل إيه؟ لكل صلاة. وفي حديث عام اللي هو حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في المرأة المستحاضة، أنه مثلا لما سئل عنها قال وتتوضأ لكل صلاة، يعني مثلا أخبر المرأة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. حديث عدي بن حاتم قال تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة. ده برضو رواه أهل السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه. يبقى دي الحالة الأولى أن هي تتوضأ لكل صلاة. الحالة الثانية أن هي تغتسل مرة في اليوم، ده ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت المستحاضة تغتسل كل يوم مرة، رواه أبو داود في سننه. ده استمن كلام عائشة، المستحاضة تغتسل في كل يوم مرة. طب الحالة الثالثة أن هي تغتسل ثلاث مرات في اليوم، ده ورد في حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها نصم أمرها إن قويت فعل ذلك، يعني لو قدرت تغتسل ثلاث مرات في اليوم، مرة زي ما قلنا الفجر، ومرة للظهر والعصر، ومرة للمغرب والعشاء. وحديث في السنن، في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه. طيب تغتسل لكل صلاة بقى، ده وارد من حديث أم حبيبة، حديث عائشة أن أم حبيبة استحاضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة، ده متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم. تمام، يبقى الأربع حالات دي بالترتيب كده من الأخف للإيه؟ للأشد. وده قول أو الأربع حالات دول يعني إن أخفهم خالص الوضوء لكل صلاة، ده قول الجمهور اللي هم الأحناف والشافعية والحنابلة. المالكية خففوا بزيادة بقى، قالوا لا يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، قالوا هي تغتسل مرة بعد انقطاع الحيض، بعد ما خلص الحيض، وبعدين تعمل ايه؟ تصلي عادي زي اي واحد، لو احدثت بسبب اخر تتوضأ، انما لا يلزمها ان تتوضأ لكل صلاة. ايه دليل المالكية؟ استدلوا حديث فاطمة بنت ابي حبيش ان النبي قال لها ايه؟ اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة، فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. صلي. الجمهور قالوا ما هو قالها وصلي باعتبار ان هي تعمل ايه؟ هتتوضأ لكل صلاة، وهي هي نفس الحديث اللي هو الحديث فاطمة اللي في البخاري وفي مسلم، في رواية في السنن قلناها من شوية، الناس قال لها ايه؟ وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، اللي هو لغاية ما يجي وقت الايه؟ الحيضة اللي بعدها. يبقى الناس امرها، هي اللي انتم بتستدلوا بحديثها دي، هو الناس امرها في رواية ان هي ايه؟ تتوضأ لكل صلاة. وحديث عدي بن حاتم عام، يعني مش حديث خاص لامرأة بعينها، ان الناس قال في المرأة المستحاضة ان هي تعمل ايه؟ تدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة. يبقى الجمهور ان اقل حاجة ان هي تتوضأ كل صلاة، وده الصحيح. المالكية قالوا لا، ما يلزمهاش اصلا ان هي تتوضأ كل صلاة. تمام، والصحيح قول الجمهور كما ذكر. طيب بيقول بقى المستحاضة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن هي تكون لها عادة سابقة فترجع إلى عادتها. الحالة الثانية أن هي تكون مميزة فترجع إلى التمييز. الحالة الثالثة أن هي تكون لا معتادة ولا مميزة، اسمها المتحيرة، فدي تعمل إيه؟ ترجع إلى عادة غالب النساء. يبقى تاني المرأة المستحاضة، إما أن تكون لها عادة سابقة، يعني قبل ما ينزل عليها النزيف ده كان بيجي لها كل شهر في نص الشهر بالظبط يوم 15 ويقعد 5 ايام من 15 ل 20 كل شهر كده، وبعدين جت في شهر من الشهور راحت ايه؟ قاعد ينزل الدم على طول على طول على طول على طول مستمر بقى. هتعتبر نفسها حائض امتى؟ من 15 ل 20 والباقي استحاضه. طيب الحاله الثانيه ان تكون مميزه، يعني ايه؟ واحده مثلا اول مره ينزل عليها الدم في حياتها ونزل بقى نزيف، تمام، والدم اللي مستمر على طول ده بقى يجي خمس ايام احمر وبقيت الشهر اسود، خمس ايام اسود وبقيت الشهر احمر، خمس ايام اسود وبقيت الشهر ايه؟ احمر. يبقى تعتبر نفسها الخمس ايام الاسود دي ايه؟ حائض، وبقيت الشهر اللي هو الاحمر مستحاضه. تمام. طيب واحده بقى لا عاده ولا تمييز، امراه اول مره ينزل عليها الدم في حياتها والدم كله لون واحد، كله اسود او كله احمر، اللي ما فيش عاده سابقه وفي نفس الوقت ما فيش تمييز، اسمها امرأة متحيرة، ترجع إلى عادة غالب النساء اللي هو ستة أو سبعة أيام. تمام،
نقرأ الكلام بيقول الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، يعني كررت معها مرة اثنين ثلاثة. طبعا في خلاف بالعلماء العادة تثبت بكم مرة، والصحيح بثلاث مرات. تمام، في خلاف بالعلماء، المالكية والشافعية بيقولوا العادة تثبت بمرة، احنا بيقولوا بمرتين، احنا بيقولوا ثلاث مرات. الصحيح هو ثلاث مرات عشان تبقى ايه عادة فعلا. يعني بيقول أن تكون لها عادة معروفة بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، فهذه تجلس قدر عادتها، يعني عارفة أصلا بتحيض كم يوم قبل كده وبعدين استحيضت، يبقى تجلس قدر له العادة، وتدع الصلاة والصيام وتعد حائضا، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وعدت الدم الخارج دم استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. طيب الحالة الثانية، إذا لم تكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة، والباقي يحمل صفة الاستحاضة، دم أحمر ليس له رائحة. زي ما قلنا دم الحيض بينزل معه خلايا ميتة من جدار الرحم، فبيكون له رائحة منتنة، وبيكون في الغالب لونه أغمق، وبيكون في الغالب دم سيال لا يتجلط. ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، يعني معروف كده لونه مختلف، وفي ضبط فإنه أسود يعرف. يعرف يعني إيه؟ يعني له عرف، له رائحة. تمام، يعني في تفسير قول الله عز وجل أدخلهم الجنة عرفها لهم، إما من المعرفة أو من التطيب، عرفها يعني طيبها لأحد وجود التفسير يعني. تمام، يبقى فإنه أسود يعرف، معروف يعني شكله ومعروف ريحته، أو أسود يعرف يعني له إيه، له عرف ورائحة. فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر الأحمر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. يبقى احنا عندنا واحدة اللي هي أم حبيبة، الناس أمرها أن هي تعمل ايه، ترجع للعادة السابقة، وفي واحدة تانية اللي هي فاطمة، الناس أمرها أن هي تعمل ايه، ترجع للتمييز. فلو المرأة ملهاش غير العادة السابقة سهلة ترجع للعادة، ملهاش غير التمييز ترجع للتمييز. طب لو ليها عادة وتمييز مع بعض، أيهما يقدم، العادة ولا التمييز؟ بعض العلماء قالوا العادة مقدمة على التمييز، وبعضهم قالوا التمييز مقدم على العادة. اللي قالوا العادة مقدمة على التمييز الأحناف والحنابلة، وده الصحيح، واللي قالوا التمييز مقدم المالكية والشافعية. الأول أسأل سؤال، هو المرأة متى تكون مميزة؟ إمتى نقول دي مميزة؟ لازم ثلاث شروط. أول شرط أن تكون مستحاضة، ما يقولش دي مميزة غير لما تكون إيه؟ مستحاضة الأول، عدينا الخمستاشر يوم. تاني حاجة تميز الأسود من غيره، عندها تمييز فعلا، عارفة الأسود من الأحمر، ودي أيام منفصلة عندي، عارفة الأيام بتاع ده والأيام بتاع ده. الشرط التالت أن يكون الأسود أقل من أكثر مدة حيض. يعني فرضنا مرأة عندها نزيف على طول وخمسة وعشرين يوم في الشهر دم أسود وخمسة أحمر، هنقول دي كده مميزة؟ مش دي، شرطان يكون الأسود كام؟ خمستاشر فأقل، واضح؟ والباقي أحمر. تمام، السؤال الثاني أو المسألة الثانية، عايزين نتصور حالة تعارض العادة مع التمييز. مثالها واحدة عندها عادة كل شهر بتحيض ست أيام، وبعدين جالها نزيف، في النزيف ده بقت تلاحظ تسعة أيام دم أسود وواحد وعشرين يوم دم أحمر، يبقى هي عادتها السابقة ستة وتمييزها دلوقتي مد على كام؟ تسعة. تعتبر ترجع للعادة ولا للتمييز؟ هنا حصل تعارض بقى. يبقى لو في عادة بس بدون تمييز سهلة نرجع للعادة عشان حديث أم حبيبة، لو في تمييز بس بدون عادة سهل نرجع للتمييز عشان حديث فاطمة. يبقى عندنا حديث خاص بيأمر بالرد للعادة، حديث خاص بيأمر بالرد للتمييز. طب لو عندنا بقى عادة وتمييز مع بعض ودي مختلفة عندي، نعمل ايه، نرجع للعادة ولا التمييز؟ قلنا الصحيح الرجوع للعادة. ليه؟ اولا ان احنا عندنا حديث خاص في العاده وحديث خاص في التمييز، لكن عندنا حديث عام في العاده اللي هو حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المراه المستحاضه: تا
تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة. تدع الصلاة أيام أقرائها يعني أيام الحيض بتاعها، فده دليل عام يأمر بالرد للإيه؟ للعادة. دي نقطة. النقطة الثانية إن العادة دلالتها لا تبطل، أما التمييز فدلالته أحيانا تكون باطلة. يعني زي ما قلنا لو كانت مميزة 20 يوم دم اسود و10 أحمر، التمييز ده ملوش أي لازم، لأن التمييز بتاع 20 يوم دم معدين أكتر مدة حيض فملوش لازمة. إنما لو امرأة كانت عليها عادة معينة في الحيض، العادة دي دلالتها لا تبطل بحال. واضح ولا إيه؟ فعشان كده بنقول من حيث الأثر ومن حيث النظر العادة أقوى من التمييز. من حيث الأثر لأن إحنا عندنا ده حديث خاص هنا وحديث خاص هنا، بس العادة معها حديث عام كمان. ومن حيث النظر لأن التمييز يمكن بطلان دلالته أحيانا، لكن العادة دلالتها لا تبطل مطلقا. واضح ولا إيه؟ فيبقى العادة مقدمة على التمييز. حتى لو بالعكس التمييز جه أقل من العادة. يعني فرضنا مثلا واحدة، أولا مفيش أسئلة شفوية. مفيش أسئلة شفوية دلوقتي. فرضنا مثلا واحدة بينزل عليها الدم كل شهر 10 أيام، وبعدين نزفت وبقت تلاحظ ان في 5 أيام اسود والباقي احمر. الصح ان تحيد تعتبر نفسها حائضا قد ايه؟ 10 أيام العادة السابقة، ملهاش دعوة بالتمييز. تمام؟ يبقى رقم واحد الترتيب، ترجع رقم واحد للعادة، رقم اتنين للتمييز، رقم تلاتة عادة غالب النساء. الترتيب ده كده بتاع مين؟ الأحناف والحنابلة. المالكية والشافعية عندهم التمييز مقدم على الايه؟ على العادة. الصحيح ان العادة مقدمة على التمييز. طيب الحالة الثالثة اللي بنقول عليها بقى المرأة المتحيرة اللي ملهاش لا عادة ولا ايه؟ ولا تمييز. يعني واحدة أول مرة ينزل الدم فملهاش عادة، ولما نزل الدم بقى نزيف وكله لون واحد، شكل واحد زي بعض. أو واحدة كانت ليها عادة متلخبطة، مش عادة بقى. يعني كان بينزلها مرة 3 مرة 4 مرة 5 مرة 6 مرة 2 مرة، ملهاش عادة ثابتة. فبيقول إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض من غيره فهذه تجلس غالب الحيض 6 أو 7، لأن هذه عادة غالب النساء. وما بعد هذه الأيام من الدم يكون دم استحاضة، تغسله ثم تصلي وتصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي وصومي فإن ذلك يجزئك. ومعنى ركض من الشيطان يعني دفعة، أي إن الشيطان هو الذي حرك هذا الدم. ده الغالب 6 و7 دي الغالب، إنما 15 ده الأكتر. طيب طبعا هنلاحظ ان في عهد النساء قلنا كان في كذا حديث لكذا امرأة مستحاضة، بعض العلماء جمعهم 10، عدهم 10، بعضهم وصلهم 17 امرأة صحابية كانت مستحاضة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم 2 إخوات اللي هي ام حبيبة بنت جحش وحملة بنت جحش. الاثنين دول اخوات مين؟ زينب بنت جحش ام المؤمنين رضي الله عنها. وقيل ان زينب ايضا كانت مستحاضة، يعني الثلاث بنات اللي هم اخوات دول كانوا ايه؟ مستحاض، كنا مستحاضات. لان وارد في صحيح البخاري ان في امراه من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستحاض، بس هي مين مفيش تصريح باسمها، فبعض العلماء بيقولوا دي سوده وبعض العلماء بيقولوا هي زينب، طالما الاثنين اخواتها كانوا بايه بيستحاضوا يبقى هي كمان. وارد في روايه اسنادها ضعيف ان هي وارد برضو في حديث فاطمه بنت ابي حبيش في الصحيح ان هي كانت تستحاض. يبقى دول بعض النساء اللي ثبت انهم كنا ايه يستحضن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مساله، هل تحيض الحامل أم لا؟ يعني الدم اللي بينزل على المرأة أثناء الحمل، واحدة ممكن تكون في الشهر الثاني مثلا أو الثالث وينزل عليها كم نقطة دم كده، أو دو يوم يومين دم، اليوم يومين دم دول تعتبر نفسها إيه؟ حائض ولا مستحاضة؟ فيها خلاف بالعلماء. الأحناف والحنابلة بيقولوا لا تحيض الحامل، أي دم ينزل أثناء الحمل ده دم إيه؟ فساد واستحاضة. المالكية والشافعية وده ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحامل يمكن أن تحيض، وده الصحيح. تاني، هل الحامل يمكن أن تحيض أم لا؟ هقولك اللي بيقولوا لا بيستدلوا بالحديث بتاع سبي أو تصل قلنا من شوية، لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، يبقى دل على أن هي لو نزل عليها حيض أكيد مش هتبقى حامل، يبقى في تعارض ما بين اللي الحمل والحيض. ثم طبيا زي ما قلنا
في تعارض ما بين المعنيين. الرحم عمال يستعد لاستقبال جنين، جاء جنين يبقى الرحم عمال ايه؟ يكبر ويغذي الجنين ده، انما مش هينزل الدم اللي فيه. نزل الدم اللي فيه بقى ايه؟ يا اما ده حيض لو لسه ما حصلش تخلق، يا اما ده ايه؟ تسقيط. بقى تسقيط بقى لو حصل تخلق هيبقى نفاس، تمام؟ يعني يا اما ان هي دلوقتي بينزل دم نفاس، يا اما ده دم فساد، انما مش حيض. ده قول الاحناف والحنابله. الصحيح قول المالكيه والشافعيه ان الحامل يمكن ان تحيض، بس مش هيبقى الحيض اللي هو المعتاد الغزير، ممكن يبقى حيض يسير. هو احنا لما بنقول لا توطأ حائل حتى تستبرئ بحيضه، الحيضه المعتاده العاديه اكيد مش هيبقى معاها حمل، انما ممكن واحده تكون حامل مثلا ويجي بعد شهر من الحمل ينزلها شويه دم بساط كده، وبعد شهرين شويه دم بساط، وبعد ثلاثه شويه دم بساط، او يحصل مثلا انفصال جزئي في المشيمه مش انفصال كامل، فما حصلش اجهاض بس في شويه دم نزلوا. الاصل في دماء المراه ان هي حيض ولا استحاضه؟ يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزوا النساء في المحيض. الاذى الدم النازل من فرج المراه، اصل ان هو حيض ولا استحاضه؟ حيض. امتى ننتقل للاستحاضه؟ لما يكون الدم مطبق على المراه غالب عليها نزلها باستمرار، ننتقل ليه؟ للاستحاضه. واضح؟ فالظاهر الله اعلم ان الدم النازل على المراه اثناء الحيض الاصل فيه ان هو دم الأثناء الحمل، الأصل فيه هو دم إيه؟ حيض. هنفرض واحدة دلوقتي عدى عليها شهر في حملها، شهر، هي أصلا عرفت منين إن هي حامل؟ ممكن يكون مثلا من تأخر موعد الدورة، طب ممكن تكون هي دي دورتها، ممكن يكون مثلا من تحاليل عملها. في النهاية هي دلوقتي نازل دم، الدم ده يا إما هي بتسقط فعلا، يا إما هو دم أثناء الحمل وهتعتبره حيض. ولو سقطت دم التسقيط يعتبر دم حيض ولا نفاس ولا استحاضه؟ هتكلم على المساله دي دلوقتي شويه كده، بس ننهي المساله احنا فيها الاول. ان المراه الحائض الحامل لما ينزع دم، اقوى اقوال العلماء ان الدم اللي نزل ده الاصل فيه هو دم ايه؟ حيض، وممكن يتحول لدم نفاس لو ايه؟ لو سقطت بقى وكان نازل فيه خلقه جنين. طيب يبقى المساله الاولى هل تحيض الحامل؟ في خلاف، والراجح ان هو ايه؟ يمكن ان ينزل دم هياخد شرعا حكم ليه؟ الحيض. لكن هل تحيض اللي هو الحيض المعتاد ده؟ لا اكيد مش الحيض المعتاد بتاعها. تمام. طيب المساله الثانيه التسقيط، لو واحده سقطت هتعتبر نفسها الدم اللي نازل بعد التسقيط ده دم حيض ولا دم نفاس ولا دم استحاضه؟ نشوف. الصحيح من اقوال العلماء ان نقول لو سقطت قبل 40 يوم، في خلال 40 يوم، فالدم ده دم حيض، لان هو ملوش حكم الحمل اصلا. قبل 40 خلال 40 يوم لو سقطت النازل ده هنعتبره دم حيض، لان هي اخرت في الحيض بتاعها وجا اهو الحيض جا معاه الجنين اللي كان هيتعمل وما اتعملش، لان هو مش هيتخلق قبل ال 40. تمام. فالدم خلال 40 يوم هيبقى دم ايه؟ لو سقطت خلال 40 يوم يعني هيبقى دم حيض. طيب بعد ال 80 يوم من الحمل بيبقى اكيد حصل تخلق، والنازل ده بيبقى واخد شكل بني ادم، هيبقى ده دم ايه؟ نفاس. يعني لو سقطت بعد 80 يوم ده هيبقى دم نفاس. طب ما بين ال 40 وال 80 نشوف النازل لو بان فيه خلقه الانسان فهو دم نفاس، لو لم يظهر فيه خلقه الانسان فهو دم حيض. واضح ولا ايه؟ طب ليه بنشوف ما بين ال 40 وال 80؟ لانه التخليق بيحصل عند ال 40، نفخ الروح على الراجح بيحصل عند ال 40. خدنا المسألة دي لو فاكرين في كتاب التوحيد، وهتيجي معنا في منة الرحمن، حديث يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة في ذلك مثل ذلك ثم يكون مضغة في ذلك مثل ذلك. أرجح أقوال العلماء إن هي 40 يوم بيكون فيها علقة وبيكون فيها مضغة، ثم يرسل إليه الملك فثم ينفخ فيه الروح ويؤمر الملك بأربع كلمات. يبقى بعد الأربعين بينفخ فيه الروح، وده ورد صريحا في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه اللي هو إيه؟ إذا مر بالنطفة 42 يوما أرسل الله إليها ملكا فخلق سمعها وبصرها وعظامها، ثم يقول يا رب أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، يا رب رزقه يا رب أجله. يبقى بعد اللي 40 أو بالضبط 42 يوم. تمام. المسألة دي احنا ناقشناها في كتاب التوحيد وهتيجي معنا تاني في المنة، بس المهم ان الراجح من أقوال العلماء ان هو 40 يوم بيحصل ايه؟ التخليق التاني. طيب انا لو نزلت الجنين ده، لو نزل ما بين ال 40 وال 80، هو ممكن يكون ميت وعنده 30 يوم وقعد في بطن الام في رحم الام ال10 ايام دول وبعدين نزل،
فانا اعرف منين هو عاش الاربعين ولا لا. ساعتها ابص اشوف اللي نازل ده، لو بان في خلقة الانسان حصل تخليق يبقى هعتبره بني ادم نازل، يبقى ده كان حمل، يبقى دم ده دم نفاس. طب لو اللي نزل كلاكيع دم يبقى غالبا ده ميت من قبل ما يكمل 40، ده ميت من بدري، ممكن يكون ميت في رحم الام من فتره، فهعتبر الدم اللي نزل دم حيض. هتفرق ايه دم حيض ولا دم نفاس؟ ما كده كده مش هتصلي ومش هتصوم، هتفرق في اقصى مده. لو قلنا ده دم نفاس يبقى تقعد 40 يوم، لو قلنا دم حيض يبقى تقعد كام؟ 15 يوم. ده الفرق، واضح ولا ايه؟ وفي فروقات تانية، منها ان هي لما لو اعتبرناها حامل ونزل دم نفاس، لو كانت مطلقه عدتها تنتهي بالنفاس ده بحصول الولاده اللي فيه التخليق، انما لو كان حيض لا هي بتعد حيضه والثانيه والثالثه. واضح ولا ايه؟ وفي فرق ثالث، ان جوزها ما ينفعش يطلقها وهي حائض، بس ينفع يطلقها وهي نفساء. واضح ولا ايه؟ تمام. فالمهم يعني هل اعتبر التسقيط ده حيض ولا نفاس؟ بنقسم اول 40 يوم حيض، لو سقطت بعد اللي خلال 40 يوم الاولانيين حيض. طيب ما بين 40 و80 ننظر في النازل، لو بان في خلقة انسان يبقى نفاس، ما بانش في خلقة انسان يبقى ده دم حيض. بعد 80 يوم ده اكيد يبقى ايه؟ اكيد بيبقى حصل تخليق وده دم ايه؟ نفاس. ده الصحيح، لكن المسألة فيها خلاف بين العلماء، نقول كده خلافهم سريعا كده عشان نبقى عارفينه. الاحناف والحنابلة بيقولوا لو نزل ما تبين في خلقة انسان فهو نفاس مطلقا اي ما كانت المدة. المالكية بيقولوا لو نزلت علاقة قطعة دم كده فده نفاس مطلقا. الشافعية بيقولوا لو نزلت علقة أو مضغة وقالت القوابل إنها مبتدأ خلق الإنسان فهو نفاس. الصحيح زي ما قلنا. طيب المهم، طيب مسألة الأخيرة، الدم النازل قبل الولادة، واحدة قعدت حامل شهر والتاني والتالت والرابع والخامس السادس السابع والثامن والتاسع حمل نظيف، وجت بقى في نهاية الشهر التاسع وبدأت تحس بشوية ألم وبدأ ينزل عليها دم يوم والتاني والتالت ولسه ما حصلش الولادة، تلات أيام دول تصلي ولا ما تصليش؟ يعني في التاسع، في نص التاسع مثلا كده، وبدأ ينزل عليها دم والدم ده قعد يوم والتاني والتالت ولسه ما بتولدش، الدم ده دم استحاضة على قول الأحناف والشافعية، ولا دم حيضة على قول المالكية، ولا دم نفاس على قول الحنابلة؟ في خلاف. تمام. الصحيح ان هو هنعتبره دم حيض، ولو ولدت هيبقى يقلب لنفاس في الاخر، ما مش فارقه. تمام. لكن لو كان مصاحب بالطلق يبقى من الاول ده دم نفاس، يعني دم بدون طلق في الشهر الاخير او الشهر الثامن، او يبقى الاصل دم ايه؟ حيض. ده صحيح. طيب لا، دم مصاحب دم حيض وافرضت بعدها ولدت هيبقى اتصل بدم نفاس، مش مشكلة. طيب افرض دم مصاحب بطلق وقعد الطلق معها طول بقى يوم يومين عندها طلق، يبقى ده دم ايه؟ نفاس. تمام. طيب اخر مسألة، امتى نقول للمرأة طهرت؟ واحدة دلوقتي مثلا نزل الدم، مبتدأ اول مرة نزل الدم قعد 7 ايام وبعدين بقى بدأ يقطع كده في اخر يوم، ينزل شوي ويقطع شوي، ينزل شوي ويقطع شوي، امتى اقول ان هي طهرت؟ ما يقطع خالص. يقطع خالص دي قد ايه؟ ساعة ساعتين؟ يقطع خالص قد ايه؟ طيب يقطع خالص معناها 24 ساعة. يقطع خالص معناها 24 ساعة. 24 ساعة جفاف تام، تحتشي بقطنة وتطلع نظيفة. او انقطاع، يعني اما تنقطع يوما وليلة او انقطاع مع قرينة تدل على حصول الطهر. القرينة دي حاجة من اتنين، اما القصة البيضاء او موافقة نهاية عادتها. تاني ركز معايا، واحدة اقول دم ينزل عليها في حياتها فدي مفيش عادة، احنا مش هنعرف هي تقطع امتى، فدي يحصل ايه؟ تستنى لغاية ما ترى القصة البيضاء او 24 يوم دم جفاف تام، 24 ساعة جفاف تام. طيب لو هي اصلا عادتها ان هي مثلا بيجي لها 6 ايام وبيقطع على نهايه اليوم السادس، وجت في نهايه اليوم السادس لقت ايه؟ في انقطاع تام، تحط القطنه تطلع نظيفه تمام، تحتشي بالقطنه وتطلع نظيفه تمام، ما فيهاش حاجه، او رات القصه البيضاء، يبقى خلاص ايه؟ حصل الطهر وتغتسل وتصلي. واضح ولا ايه؟ يبقى تاني، امتى بتعتبر نفسها طاهر؟
الانقطاع التام والجفاف التام لمدة يوم وليلة، او الجفاف التام الموافق لنهاية عادتها، هي عارفة ان الدم بيقطع لها في الوقت ده، او الجفاف التام مع القصة البيضاء. يعني قصة بيضاء يعني فرزات نظيفة تماما، نظيفة تماما مش لازم لونها ابيض يزهر، مش اللي هو الابيض بقى اللي هو الايه نصع البياض، بمعنى ان تعود الى الافرازات باللون المعتاد السابق لها، هي عارفة اللون بتاعها كده مش اغمق سنة. يعني لو الافرازات بتاعتها لونها اغمق سنة من اللون العادي بتاعها، مايل على اصفر شوية، مايل على احمر شوية، مايل على بني شوية، لا مش دي، تستنى لغاية ما ارجع للون العادي اللي هي عارفاه، هي دي بقى القصة البيضاء بتاعتها. واضح ولا ايه؟ طيب اخر مسألة، كل شوية اقول اخر مسألة، اخر مسألة. طب لو واحدة غلطت، ان شاء الله اخر مسألة صحيح. طيب واحدة غلطت، يعني ايه غلطت؟ قعدت تحسبها كده، قالت خلاص انا اعتبر نفسي النهاردة حائض، ظهرت بعد كده مستحاضة، او قالت اعتبر نفسي النهاردة مستحاضة، ظهرت بعد كده حائض، يعني اجتهدت اجتهادا خاطئا. تعمل ايه في اللي فات؟ يعني هي مثلا نزح الدم اول مرة في حياتها، او كانت معتادة وتغيرت عادتها 7 ايام دم ده العادة بتاعتها، بعدين بدأ بقى يجي لها لا 8 ايام 9 ايام 10 ايام، هتعتبر نفسها دلوقتي ايه؟ حائض، وهتترك الصلاة والصيام. كمل معاها لغاية ما اكتشفت بعد كده لا ده انا طلعت مستحاضة. طب الايام اللي هي كانت فيها غلطت دي وتركت الصلاة والصيام تقضي ولا لا تقضي؟ المسألة دي فيها خلاف. الجمهور بيقولوا عادي تصلح غلطها. تصلح غلطها ازاي؟ لو كان واجب عليها الصلاة ولم تصلي تقضي هذه الصلاة. يعني هي في الحقيقة كانت مستحاضة وهي كانت فاكرة نفسها حائض فما صلتش، يبقى تقضي الصلاة والصيام. ما صلتش يبقى تقضي الصلاة والصيام. طب العكس، كانت حائض وظنت نفسها مستحاضة فصلت وصامت. هي لما صلت هي كانت حائض اصلا، كانش واجب عليها الصلاه فمش هتقضي حاجه. طب الصيام اللي صامته هتقضيه، لان هي كانت حائض والحائض صيامها غير صحيح، يبقى تقضي هذا الايه الصيام. يعني الجمهور بيقولوا تصلح. شيخ الاسلام ليه قاعده جميله جدا بيقول، قال الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل، طالما اجتهدت اجتهادا صالحا يبقى لا تطالب بشيء. تمام؟ يعني ظنت ان هي مستحاضه وصلت وصامت وطلعت حائض، ها تعمل ايه؟ هتقضي بس الصيام، لان كده كده ايه الحائض بتقضي الايه بتقضي الصيام. تمام؟ طيب لكن الصلاه مش هتقضي. طيب ظنت نفسها حائض وكانت مستحاضه فتركت الصلاه والصيام، تقضي ايه الصيام، يبقى الصلاه كده كده مش هتقضيها، سواء كانت ظنت نفسها حائض مش مستحاضه يبقى الصلاه كده كده ايه مش هتقضيها. تمام؟ يبقى وده صحيح اللي هو ايه، ان لو اجتهدت اجتهادا خاطئا لا تؤمر بشيء الا ما وجب قضاؤه اصلا اللي هو ايه الصيام، لكن الصلاة لا تؤمر بشيء. ولو خدت بالاحتياط وصلحت مفيش مشكلة، يعني اجتهدت اجتهادا ثم تغير اجتهادها او بان لها خطأ اجتهاد السابق فقضت الصلاة، يبقى امر مستحب من عندها كويس احتياط، لكن الراجح هي لا يجب عليها قضاء الايه الصلاة. واضح؟ طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك عشان تستغفرك وتوبك. بيقول قلت اننا لا ننظر الى احكام الاستحاضه الا بعد مرور 15 يوما من نزول الدم، ثم قلت ان المراه المستحاضه التي لها عاده سابقه تعتبر ما بعد العاده استحاضه، يعني بعد ما يعدي ال 15 يوم، يعني اول شهر بعد ما تعدي العاده هي ما زالت بحائض حائض حائض حائض، عدينا 15 يوم عرفنا بان هي مستحاضه، ساعتها ترجع بقى بعد كده في الشهر اللي بعده للعاده السابقه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.